ومفيش حد احسن من حضرتك ممكن يكلمنا عن العلاقات التاريخيه والعلاقه الطويله بين النادي الاهلي ونادي الاسماعيلي. لا اصل انا بيني وبين الاهلي علاقه خاصه، ليه؟ انا 67 لما هاجرنا انا قعدت في نادي الاهلي سنه بتمرن معاهم، لعبت معاهم تصفيات سداسي مع بعض النادي، قعدت معاهم سنه لغايه لما جبنا ملعب نادي الجزيره، وبعدين رحنا عسكرنا في نادي الزمالك، وبعدين نادي الاهلي انا بعتبره انه خدمني خدمه كبيره. انا بدرب منتخب مصر الفريق الوطني الثاني، ادوني ملعب الجزيره لعبت فيه منتخب تركيا، وادوني ملاعب الجزيره ملاعب مدينه نصر لعبت فيها 3 مباريات دوليه بدون اي مقابل، رغم ان انا كنت مستشار في نادي المقاولين العرب لمجلس اداره، فقالوا لي احنا بنأجر ملعب ب50,000 انما عشان خاطرك ب25، رغم ان انا مش هدفع اللي هدفع اتحاد الكوره. فلما جيت قابلت المسؤولين في نادي الاهلي رحبوا واديني ملاعب ببلاش وضيافه للفرقتين، وبالعكس في تمارين. لا بالعكس انا بشكر النادي، فانا في بيني وبين النادي الاهلي حتى اللعيبه في بيني علاقه جامده يعني. طب خلينا